فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل أجر الجماعة الأولى في المسجد مع الإمام مثل أجر الجماعات الأخرى؟ من فاتتهم الصلاة وجاءوا إلى المسجد وصلوا جماعة لهم الأجر في ذلك، لهم الأجر في ذلك، لأنهم صلوا جماعة في المسجد وفاتتهم صلاة الجماعة مع الإمام، فلهم الأجر إن شاء الله. لكن ما في شك أن التقدم إلى المسجد وانتظار الصلاة وحضور الإقامة مع الإمام والصلاة مع الإمام أفضل، ما في شك هذا. نعم.